السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التفاؤل، تعرفون معنى التفاؤل؟ هذا من الفأل، فالفأل أن تظن خيرا وأن تتوقع الخير والبركة من الله سبحانه. والفأل لا بأس به في الاصطلاح الفقهي، ولكن المراد هنا ليس هو الاصطلاح، بل هذا أن تكون رجلا إيجابيا، أن تكون مفعما بالرجاء والظن الحسن، وأن تعتمد على ربك أولا ثم على نفسك ثانية. يقول الدكتور عائض القرني: تفاءل بالأحسن والأفضل فسوف يكون ما تظنه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يعني يصدق ظنك. إن كان ظنك خيرا فالكائن خير، وإن كان ظنك شرا فالحاصل شر. لذلك ينبغي لنا أن نجعل أنفسنا مشرقة مبتهجة مفعمة مسرورة. مفعمة بأي شيء؟ مفعمة بالعواطف الطيبة والمحبة والرأفة والرفق والرجاء، واثقة بعطاء الله وبركاته، وتحمس لعملك. تحمس أي كن نشيطا قويا فعالا مشتغلا كل الاشتغال بعملك، وكأنك فزت بما تريد.